هذا انتصار كبير بالنسبة لخنشلة. خنشلة حقيقة اللي نعرفها وجيتها مرارا معزولة تماما. اليوم الحمد لله أول شيء العزلة زالت نهائيا على خنشلة إن شاء الله، في انتظار مشاريع أخرى بالأخص في البنية التحتية نتاع الطرق. ننتهي من المشاكل تاع العزلة لما ازدواجية الطريق توصل إلى طريق باتنا قسنطينة، ثم تصبح سيولة عادية بالنسبة للتجارة بالنسبة للساكنة بصفة عامة. كذلك هذا يعطينا أمل، ومش لي أنا يا فقط، يعطي أمل لسكان غردايا والمنيعة وتميمون وأضرار وتمراست أن الدور نتاعهم آت لا محالة في محطات مثل هذه إن شاء الله عن قريب